هنكمل دلوقتي الحلقة الثانية من برنامج التنسنت جيمينج بادي، وك يعني كبروف للبوينت اللي احنا كنا نتكلم فيها ان احنا ازاي ننزل جيم ونشغلها. انا نزلت الاثنين جيمز دول اللي هي داون اوف زومبيز ديت، ونزلت الكول اوف ديوتي. فانا هختار داون اوف زومبيز ديت واعمل لها بلاينج. بدأ تحمل اللعبة اهي. بنتظر لحد ما اكمل التحميل. كلوز. انا كل فكره بس عايز اوريكم الريزوليوشن بتاع البرنامج نفسه. اوكي هناخد تيك. اوكي هنشيل دي. ده اللعب بتاعنا يا جماعه. حضر اتحرك بال W وال S وال D. كده هو بيحاول ياخد الحاجات اللي معاه. خدها. Thank you, my name is Revitar. I know you would come. Shared my partner told me about you. He went to scout out the area but hasn't returned yet. My throat is dry after the fight. Please bring me some water while I am dressing the wound. Don't worry, I'm not trying into shared. And then skip. تعال نستكشف ديت. فيها شوية حاجات اهي نحاول ناخدها. درينك. معرفش ايه دي. سمير. لسه. تركز. طلقت السنة. المهم انت بتلعب. وتحاول تفك على الغاز الجيم زي ما انت شغال يعني. اوكي
بصراحة جيم رهيبة. المهم هو دلوقتي أثبت البرنامج إن هو شغال وشغال كويس. If the character doesn't drink and becomes thirsty, they'll lose sales. Okay, ظهر رجعنا تاني. هو بيديك تعليمات على الجيم بس فظيعة يعني. المهم تفضل تلعب فيها لحد ما ايه وتخلصها بقى تمام. لو حبيت ترجع بترجع. الحاجات المفروض دي اكيد طبعا لازم تعلى مستويات في الجيم عشان تاخدها. لا جميلة جدا. You can take everything as you survive. ايش خلاص كده خدت الكفايه بتاعتي. ممكن تاخد ده تاخد ده مسامير. ميه.
جانك بادي. المهم هدي شفنا بروف بوينت، انا ممكن اطلع دلوقتي عن طريق الاكزيت. كده طلعت من ايه من الجيم ده. طبعا كده تعال نشوف جيم تانية. كده انا شفت داون اوف زون دي، طب الواحد بيتعلم يعرفها يعني كده، نقدر نلعبها بعدين. فين نشوف كول اوف ديوتي؟ تعال نشغل دي. اوكي، هو بيقول كول اوف ديوتي تطلع من المود بتاع الجيم وهتخش في مود تاني بتاع دالت اكس، هتزعل شويه لحد ما تتحمل السويتشنج في الجيم، هيبتدي شغاله تاني. البرنامج يا جماعه جميل جدا جدا جدا، اللي عاوز يجرب العاب بتاعت الموبايل على البي سي بتاعه، بالضبط طبعا الابلكيشن بتنزل الشركه نزلها بتاعت كول اوف ديوتي اكتيفيجن بالشكل دوت. طبعا في امكانيات على الجنب هنا من ضمنها ان انت ممكن تعمل فول سكرين زي كده، بيقول لك بريس اف 11 او اسكيب عشان تطلع من فول سكرين مود. فكده معظم الالعاب اللي انت ممكن كنت تشتغلها على الموبايل ممكن تشتغل على البي سي وتلعبها على البي سي برضه. استنى بس لما تتحمل الجيم كول اوف ديوتي كونتينيو مالتي بلاير نستارت. سباون لوكيشن طبعا لعبة في منتهى الروعة. هنتنفق
سلام. طبعا مش قادر اقول لك يعني بصراحه ممتع البرنامج يعني فعلا استحق التجربه. حاولت تشوف اتصلنا كده كنا احنا اثبتنا فعلا ان البرنامج فظيع في الجيم. ده اخر تسجيل للنصر بتاعي.